يو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برجع لكم بمقطع جديد من الفرق. ما كنت أبغاها توصل للمرحلة دي بصراحة، بس وصلت للأسف. وأنا بصراحة حاولت أسامح، بس في مواقف ما تقدر تسامح فيها. أنت لو عارفين الموضوع اللي بتكلم عنه دحين، بتسوي نفس الشيء وما بتسامح المتسببين. ما أقول غير الله ينصرني وأسترجع حقي بإذن الله. إذا ما أنتوا عارفين إيش الموضوع، خلونا نرجع مع بعض لمقطع سويته قبل شهرين ويشرح الحادثة المؤسفة دي. إذا ما أنتوا عارفين إيش الهرج، أنا في يوم من الأيام كنت أتفرج قناة طيور الجنة، وجو عصومي وليد، بس مو عصومي وليد، عصومي وليد ماسك معايا الصح. الزبدة انه جاء وليد وجاء قال ارسلوا رسالة للقناة ولا شيء زي كذا، انا ما اذكر بالضبط. المهم انا فشخت جوال ابويا وفتحت الرسائل وكتبت: مرحبا، انا اسمي باري، واتمنى ان اصبح صديق وليد، وارجو ان تقبلوني كصديق للقناة. قبل ما تضحكوا علي، انا عارف انه كل واحد منكم سوى شيء وندم عليه، وهذا كان سر من اسرار اللي انا نادم عليها. اقول لكم ليش. بعد ما رسلت رسالة للقناة اكتشفت انه قيمة الرسالة طلعت 30 ريال يا رجال، وبعدها بدأت ادوخ وارتفعت درجة حرارتي لما شفت انها 30 ريال. الزبدة اني رجعت الجوال لابوي واعترفت له بالمصيبة اللي انا سويتها، وكنت عارف اني بنفرش. وبعد ما كلمت ابوي وكل شيء جاء قال لي: لا تخاف، لا تخاف، ما في اي مشكلة، بس بكرة ما في مصروف. واتت هذه الكلمة مثل الصاعقة على قلبي. انا كنت مخطط اني اشتري لعبة بيبليت في اليوم الثاني، بس وليد خرب الخطة. انا من هذا المنبر وطالب عصومي وليد، قصدي وليد، بالثلاثين ريال حقي. تحسب انه بتعدي السنوات ولا اغنية بابا جاب لي بالون بتنسيني؟ انا ما نسيت. زي ما انتم شايفين هذه القصة كاملة، وانا عارف انه في ناس بتقول ذا شكله يمزح، ما ادري ايش اللي 30 ريال والكلام ذا. انتوا عارفين كم صحن معصوب اقدر اشتريه ب30 ريال؟ انتوا عارفين انه ال30 ريال دي كنت اقدر اسوي بها مشروع صغير واخليه مشروع يدر الملايين من الريالات؟ عارفين ولا ما انتوا عارفين؟ الزبدة انه زي ما قلت لكم اني بتخذ الاجراءات القانونية اذا ما رجعت ال30 ريال. وقبل ما ابدا في الاجراءات القانونية، حاب اقول اني حاولت اتواصل مع عم مقداد لكن بدون فائدة، وحاولت اتواصل مع طيور الجنة لكن برضه ما فائدة، وقررت اني اقاضي المتسببين في الموضوع ده والمهزلة دي. وتعرف انه قبل ما ارفع لازم احسب الخسائر والاضرار، وفي ناس بيقولوا خسائرك 30 ريال انا ادفعها لك ما ادري ايش. بصراحه في ناس مستحقرين ال 30 ريال دي وشايفينها سهله. دحين اوريكم كيف ال 30 ريال دي حقي تدبلت على مدار السنوات وتحولت الى مبلغ كبير بقدره القادر. اكثركم عارفين اني رسلت الرساله دي قبل ما تنزل اغنيه بابا جاب لي بالون، وبعد ما رسلت الرساله دي نزلت اغنيه بابا جاب لي بالون. واذا انت انسان عاقل ومدرك للحياه، بتعرف انه البالون ذا اللي جابه بابا اشتراه ب 30 ريال حقي ووداه للبيت، واخذته البنت الصغيره وقالت لامها: امي بابا جاب لي بالون ما ادري ايش. وابوها سمع الشيء ذا وقال: خليني اسوي اغنيه من الكيس واسميها بابا جاب لي بالون. يعني الفكره كلها بدت من ال30 ريال حقي، يعني فوق انهم سرقوا مني فلوس قاموا تاجروا فيها ودبلوها بدون ما يكلموني. والشيء ذا يخلينا نرفع ال30 ريال ذي ل 330 الف ريال ارباح الاغنيه المقدره، زائد فلوس الختله 100 الف ريال، وصار الناتج 430 الف ريال. بابا جاب لي بالونة، ان شاء الله ينفقع، فلوس الحرام ما تدوم. ايش بكم قاعدين تجهزوا الشيك؟ لسه ما خلص. احنا قلنا انه نزلت اغنية بابا جاب لي بالون، وال30 ريال ذي شالها عم مقداد واشترى فيها البلالين، واللي كان سبب نجاح الاغنية واساس الفكرة. وبعد ما نزل اغنية بابا جاب لي بالون وكسبوا منها 330 الف ريال ارباح ال30 ريال، قاموا شالوا الفلوس دي ونزل اغنية يا بابا اسناني واوا وديني عند الطبيب ما ادري ايش. يعني ال30 ريال ذي ما شالوها ونزلوا عنها اغنية، بس شالوها واشتروا فيها حلويات وخربوا اسنان عيالهم ونزلوا عنها اغنيه، وفوق كذا عالجوا عيالهم بفلوسي. جمعيه خيريه عند اهلكم انا. المهم انه الشيء ده يخلينا نرفع الحساب ل 630 الف ريال. كيف صارت 630 الف ريال؟ لاني حسبت ارباح الاغنيه زائد مصاريف علاج الاسنان في المانيا. هم ما تعالجوا في المانيا، بس حطيت المانيا عشانها اغلى مكان وعشان نرفع الفاتوره، زائد 50 الف ريال ضرائب حق الحقد والغضب اللي كنت عايش فيه. ولسه ما انتهيت. انا حذرتهم قبل شهرين وقلت لهم رجعوا 30 ريال ولا حتتدبل وتصير اضعاف مضاعفه في المحكمه، وهذا اللي قاعد يصير. ايوه، وبرضه نسيت اتعب المحامي، واللي هي 100 الف ريال، وصار الحساب 730 الف ريال. بس لسه ما انتهيت. بعد ما نزل اغنيه يا بابا اسناني واوا، نزل اغنيه يلا حفله، والاغنيه دي صوروها في باريس بارباح اغنيه يا بابا اسناني واوا، واللي قدروا يسووها بعد ما ربحوا من اغنيه بابا جاب لي بالون، واللي قدروا يسووها بعد ما اخذوا مني ال 30 ريال. يعني بسم الله نبدا نحسب فلوس التذاكر وفلوس الحاجات اللي اشتروها في الطياره.
انا ما شفتهم يشتروا شيء في الطياره لاني ما مشيت معاهم، بس انا عارف انه الفلوس اذا ما هي حقتك بتسوي فيها كل شيء، عشان كذا افترض انهم يشتروا. وبرضه كان في واحد في الاغنيه دي يغني بالانجليزي، يعني برضه نحسب فلوس الكورس اللي دخلوا عشان يتعلم الانجليزي وكذا، نحسب الحاجات دي كلها يعني، ولا ما نحسبها ما في امي حيل، عشان كذا نفترض انها 370,000 ريال. يعني بالعربي الفصيح ديونكم في المحكمه صارت 1,000,000 ريال سعودي. شايفين كيف تحولت ال30 ريال دي ل1,000,000 ريال؟ غلطان اللي قال لكم اني نسيت حقي. وطيور الجنة اذا تتابعون المقطع ده، المليون ريال دي لو ما دخلت في حسابي في اقل من 30 ساعة او 30 دقيقة او 30 ثانية، بقفل قناتكم ل30 يوم واعرض فيها مزمار بس. وقد منظر من مع وقد اعذر من انذر بس. وبس كان هذا كل اللي كان عندنا. اشترك في القناة وتضمن القافلة، ولا تنسى تكسر زر لايك لليوتيوب. اشتكي نشوفكم في المقطع الجاي ان شاء الله. واها بيس. عمر العطاس. هلا والله عمر. جاي يلا يلا انتظرك هنا في المقهى. يلا يلا. لا يا رجال.